سيدي اليوم بلاية معسكر، بلاصة ما بين فرقوق وحاسين، مشكل عويس لمادة الحليب، ولوزي الكبير تاع الحليب موجود تم، اللي كاباب يغطي الغرب كامل ويقيس حتى الوسط وبالك الشرق. نعم، والناس تم تشتكي. شوفوا المقطع معنا ونعودوا لكم. حليب هنا كانوا فارضين علينا صعب الحواني، تا تدي زوج كاير حليب الا قتدي واحده رايب معها ولا جي هذاك وانا يعني لا اسمح لي كلامك كبير. يعني هنا باش تدي الحليب لازم تدي شكاره رايب. شكاره رايب، شكاره جو، شكاره جو، ما لازم تدي حاجه هادو غير بيان سور باش تدي الحليب. حنا يليق بار اكزومبل كيما قلتنا يوفروا لنا يعاونوا. سمحوا لي عندنا شو دقيقة، عندنا حسنا والله 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 غير عبك هنا عبك طروشتوني شوية. يعني خاوتي هنا باش تدي شكارة حليب لازم تدي معاك وحدة رايب، وحدة رايب شكارة جي، شكارة جي. سمعتني تدي ولا تدي حليب تاع سمير ولا سامي سانك. يعني وحده ما تديش؟ ما تديش كيما حنايا هنا كيما 3005 تحت الكونطوار. كيما انا راني في 14 ماشي حليب. يلقلك مول الحانوت، يلقلك تكون تشري عليه ويماركيك. انا دروك تماركي السوق. لا انا بلديه. تنظم تنظم البلاد كي دايره. يلقلك كل حياه تماركي عليها تماركي، ويلقلك تماركي يخلي لك لا كوموند ولا ما تيش عليه ما تديش وفيها هامات كبير. ها المهم اسك هنا كاين مشكل ازمه تاع الحليب. سمع كاينه ازمه وكبيره ونفهمك. حنا عندنا شوفير اللي يقسم الحليب هي نورمالمون يشرب لنا كل يوم. بون دايرنا نهار بنهار. بون هذاك النهار نورمالمون اللي يجي في النوبه تاعنا حنايا هنايا يقاطعوا له هنا في القيطنا. يقاطعوا له؟ ايه في القيطنا هنا 4 تاع الصباح. يبيع كيما يبغي هو. تفهمنا؟ يبيع كيما يبغي هو. يجوا هنا كميه قليله ما تكفيناش. المواطن انا عمل حاجه. المواطن راه يخلص، يخلصها ب 3005 للشكاره. توصلها 3005 للشكاره وما ديسبونيبل. يليق لها يبكر. حليب ما كاش. وليا جا يجي بالمعرفه. كيف بالمعرفه؟ يديه من تحت كونطوار صاحبي صاحبك. او اسما هنا كاع هكا اسما هكا ما كاش. ولا قرا على في سطريك هذا قرا على معطيك بوحنيفيه. لاشين هنا الحليب كيفاش يجيبه من تيزي؟ قرعوا له في نص طريق يتفاهموا عليه، يدي 10 قناطر يبيع يشريهم عليه، يشرو عليه بالسومه. من بعد يشرو عليه بالسومه هما يجيبوه يوخروا حتى 20 شكاره ولا يبيعوها للشعب، والاخرين يروبوه ويبيعها بالسومه ثاني رايب. هكذا خذ قليل حليب، قليل كي والو كاش حليب. حليب هنا عندنا كريس تاع حليب، عندنا كريس تاع حليب. الكاميو تاع الحليب نورمالمون يجي يدخل هنا الحاسين، بلدية الحاسين. اصحاب الحوانيت بالوطاق يقرعوا له في قالوا لي يتلاقوا على 4 تاع الصباح يقاطعوا الصباح ينوضوا على 3 تاع الليل وعلى 4 تاع الصباح يتلاقوا لقيتنا القريه لقيتنا يتلاقوا ثم اصحاب الحوانيت قاعد يروحوا بالوطاق يقرعوا له ثم نورمالمون يجي هنا. من زاويه اخرى من جهه واحده اخرى رانا في ولايه معسكر. معسكر هنا وين اكزاكتومون الحاج البلاصه هذه؟ هنا قيطنا. قيطنا هنا رانا في قيطنا. واش راكم تشوفوا لهنايا؟ لوزين كبير تبارك الله. هذا لوزين ينتج الحليب. المشكل كي سبوز هنايا وراه المنطقه هذه هنا كامل هنا في معسكر عندكم مشكل تاع الحليب؟ مشكل كبير كاع. وانا هنا راني في اوزين تاع حليب. وزين انستالي واجد، كل شيء واجد. صح كي واجد. وين راه الاشكال؟ الاشكال في لابودر ما كاش. لابودر ما كاش. الحليب ما كاش. من نروحوا للوزاره نطلبوا على لابودر. ما كاش، يقول لك ما كاش. حنا عندنا لي زاغريمون، عندنا لاريتي ديكسبلوطاسيون، عندنا كل شيء واجد. يقول لك الحليب، يقول لك ما كاش، ما عطاوناش، ما عطاونا ميم با دي زيكسبليكاسيون علاه ما كاش. اتجهنا للمسؤولين المحليين. المسؤولين المحليين شكون بار اكزومبل؟ بار اكزومبل اتجهنا للوالي. الوالي واش دار؟ الوالي طلبنا منه باش زعما يدير رساله فيما يخص هذا المشكل هذا. بصح الوالي انا بيرسونيلمون اخر مره اللي هضرت معاه وهضرت مع لوكا تاعكم وهو على باله
قال باللي كاين شي عفايس اللي ما عندكمش انتم اوتوريزاسيون ما على بالي. عندنا اوتوريزاسيون، عندنا لاريتي ديكسبلطاسيون، عندنا كل الوثائق موجوده. انا هو قال هكا صح ما عليناش، هادي دوك نشوفوا الى عندك الوثائق. هي هو يهضر على لوتوريزاسيون تاع لا بواسون غازيز. في القانون ما كاش بواسون غازيز ولا عصير، كاين مشروبات مختلفة غير كحولية اللي عندنا في الريجيس كوميرس. شحال ميد عاملة لو كان يعطي لك اوتوريزاسيون هذه؟ دروك راه عندنا 160 وحبس لنا اليونيتي تاع لا بواسون غازيز، طردنا قريب 40 واحد. 40 واحد راه مو شوماج دوكا. شوماج اللي راهم يطالبوا فينا عند المفتش العامل. صح، السؤال يبقى مطروح، هو والي زعما خفات له قانون تاع 2015؟ ما مديناه له وريناه له، ما يبيدون رد. رد لكم؟ ما رد الناش. زيد بزيادة، أنا ملي جا هاد الوالي على راس هاد الولاية ولا نهار جا زارنا. وزين كيما هذا تبارك الله، كبير الله يبارك عليه يشوف فيه، وراه في منطقة نائية. نائية. نائية لا حول ولا قوة، صح. نورمالمون حاجة شابة هنايا وتزيد زيادة. كومون صافي ما جاش؟ ما على باليش بالك كاش شي بروبليم، سي با انا سي با نورمال. انا درت تيزين هنايا ما كاش مثله في الغرب. دوك تشوف الداخل كيفاش، وهذا تعبنا عليه وفينالمون ما لقيناش يد مساعدة. تسمى ما كان حتى تشجيع من حتى جهة. ما كان حتى، وشوف ما جاني حتى مسؤول هنايا. دوك الحاجة اللي نبداها دوك نورو لوزين تاعك اللي ما راهوش خدام، اللي نورمالمون تكون فيه يد عاملة، اللي نورمالمون لوزين تاعك تاع الحليب اللي يسربي المعسكر وهر وكاع الغرب. هذا نغطي به كاع الغرب. هذا لوزين عندنا كاباسيتي كبيرة كبيرة كبيرة. رئيس الجمهورية دار ياك على هذا انكا كيما هكذا اللي دار عليها اجتماع، ثم الحكومة دارت اجتماع على جلد مشاكل كيما هذا. خلونا نوروا لهم صوت وصورة. نبدا بطوريزاسيون قبل. صح. لازم نشوف. هاي. باش نشوف انا اوزين كيما هذا كبير تبارك الله هكا ويزيد البلوس في ولايتكم هنايا، ويزيد البلوس لي انا لبلادي. مغلوق هكا، ماشينات جدد رايحين هكذايا، سي با نورمال. صح. الحاجة اللي تخليني انا ليطمئن قلبي. هكا وباش ما يكون حتى حق رد خارج عن نطاقه، ندير حساباتي هنايا. اوتوريزاسيون تاعك تاع هنا تاع اسمها تاع الحليب هنا. لاريتي ديكسبلطاسيون هايله سيني بار لو سكريتير جينيرال لا ولايه تاع ماسكارا. هايله هنا. عادية سي بون. اوتوريزاسيون تاعك. اوتوريزاسيون تاع الحليب ومشتقاته والعصير. صح دوكا. صح دوكا الوالي قال باللي انت ما عندكش طوريزاسيون باش تخدم حاجه تاع غازوز، يعني هو قال هكا، يعني على حساب هضراتو راك مخالف القانون. دوكا اعطيني برهانكم ان كنتم صادقين. هي ما كاش في القانون مشروبات غازيه وما كاش عصير. واش كاين؟ في القانون كاين مشروبات مختلفة غير كحولية اللي هي عندنا في الروجيس كوميرس. أعطيني شوف. هو قال باللي الكالبي هذا راه مجمد باش نعاودوا لك اللاكت وكذا. بصح كاين المادة في الجورنال اوفيسيال. المادة 4. وري شوفها. أعطيني تشوف المادة 4. المادة 4. اسمح لي. هذه هي. وراي. المادة 4 يتطلب تسجيل في سجل تجاري لممارسة نشاط أو مهنة منظمة تقديم رخصة أو اعتماد مؤقت تسلمه الإدارات أو الهيئة المؤهلة، يعني الولاية ولا هما اللي يعطوها لك. صح. تبقى الممارسة الفعلية للأنشطة والمهن المنظمة مرتبطة بحصول المعني على رخصة أو الاعتماد النهائي الذين تسلمهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة عندما تسمح شروط ممارسة النشاط أو المهنة بذلك. يعني القانون المادة 4 هذه يعطيها لك المسؤول الاول. ما يغري احنا قدمنا له طلب. اسمح لي كلام كبير. في القانون الماده الرابعه يقول لك يعني المسؤول الاول تاع الولايه هو اللي يعطيها لك بصفه كما نقولوا مؤقته وقانونيه. صح. هذه يقدر يعطيها لك. مديتوا له طلب على هذه الماده. واش قال لكم؟
بدون رد. بدون رد. أعطيني الطالب نشوفه. طالب هنا. إلى السيد الوالي معسكر. سيد الوالي نود أن نطلب منكم منحنى اعتماد مؤقتا لمباشرة إنتاج المشروبات الغازية رقم رفقة إنتاج الحليب ومشتقاته والعصير ذلك رفقة لمادة 4 من أحكام مرسوم تنفيذي رقم 234/15/2022. الرد ما كاش إلى يومنا هذا. ما كاش رد. صح الوزين تاعكم كبير. يبان. يبان ولا جزرنا مرة ولا قلنا كاش ما يخصكم ولا راه واش المشكل اللي عندكم ولا حاجة ولا والو. أنا كي سقسيتو لا دينيير فوا سقسيتو قال لي فوالا سي كوم سي كو عندكم بزاف حاجات اللي ما عندكمش طوريزاسيون مي هنا راني نشوف قانون راني نشوف حاجات واحدة أخرى. علاش ما عندناش طوريزاسيون؟ هاي لا لاريتي ديكسبلوطاسيون هاي لا وين؟ هاني نشوف صاي هاني نشوف كلش. هاي زيد زياده على المشروبات الغازيه ياك فهمتك قلت لك باللي ما كانش قانون يقول مشروبات غازيه ولا عصير ولا عندنا في الريجيس كوميرس عندنا مشروبات مختلفه غير كحوليه. طلبنا برساله للوالي باش يطبق القانون هذا الماده 4 في 2015 اللي تسمح لنا رخصه مؤقته باش ما نطردوش الخدامه. صح لا بودر نقولوا اسمح لي لا بودر نقولوا اسمح لي كلامك بالحاج نقولوا لا بودر ماهيش من صلاحيه الوالي بالك نو بالك ماهيش صلاحيه الوالي يكتب. صح اسمح لي البرومي غوفرنور دو لا ولايه سي لوي ميم نورمالمون هو يطالب بوزاره الفلاحه يقول لهم باللي عندي مصنع ما شاء الله والناس راهي محرومه من شكاره الحليب. فوالا انا الهضره معايا قانون وكل حاجه بماده فهمني نورمال مي قدر الله سيد الوالي عنده حق الرد ما فيش مشكل حق الرد مكفول يا با بروبليم اون كاو لا يا با بروبليم مي دوكا كي شفت الورق لا باباراس دوكا راني حاب نشوف لوزين هذا اللي كاباب يمد بزاف اليد العامله للناس وفي منطقة نائية هنا وزين كبير كيما هذا واني حاب نشوف ثاني لي ماشين واني حاب نشوف كيفاش جاي اللي راهو مغلوق هكا راهي خسارة خليني نشوف تكلوا على الله. صح هو معايا السيد النائب عن ولاية معسكر السيد عداء جعفر حياك الله أستاذ. الله يحفظك الله فيك. استاذ حاجه الاولى اللي حبيت نسقسيك دوكا جينا لوزين هذا اللي هنايا اللي جاي في معسكر فريمون لاحظنا باللي لوزين كبير بزاف كاباب تكون فيه يد عامله بزاف مي راهو ماهوش يخدم اسك دوكا نسقسيك اسك سي نورمال؟ والله شوف انا درت زياره لهذا الشركه وحقيقة زعما عجبتني بزاف الله يبارك كما يقول لك متطورة مي متطورة أستاذ متطورة مي بصح راهي حبسة المتطور هنا راهو حابس جيستومون تحدثت مع راني جاي في الموضوع تحدثت مع السيد مدير المصنع نعم وبلغني ببعض العراقيل التي يعاني منها وانا وعدته قلت له شخصيا راح اتحدث مع السيد الوالي وكما كان بالفعل تحدثت مع بخصوص المصنع هذا واتفقنا على رخصه انتاج الحليب ومشتقاته والمشروبات. اها قال لي السيد الوالي صرح قال لك راه عندها رخصه انتاج الحليب ومشتقاته والمشروبات وليس المشروبات الغازيه. صح اني دوكا صورت في القانون تاع 2000 اني صورت القانون تاع 2015 نورمالمون الوالي يعرف القانون اللي صدر في 2015 كاباب الوالي يعطيها له بصح بصفه مؤقته هكا في القانون ولا لا؟ ايه جيستو تحدثت معاه في هذا الموضوع وقال لي الرخص المؤقته راهي مجمده. مجمده؟ اه صح الى هنا يعني ماهيش في صلاحيه الوالي. رخص المؤقتة حاليا راهي مجمدة. ما لا طونك راهي مجمدة حاليا إلى خارجة من عند الوالي ما لحنا نبينوها ونقولوا راهي خارجة من عند السيد الوالي وتبقى الخدمة للاختصاص ولا لا؟ لا. ان شاء الله نشوفوا مع المصنع
المركزيه. حاجه حبيت نسقسيك سيد النائب. النقطه الثانيه تحدثت معها كونسيرنو بخصوص بودره الحليب. اه قلت له سيد مدير المصنع طلب منك باش تقول له يدي مساعده عند الوزاره باش يعطوه الكوطه تاع الدوله. نعم. قدره الحليب. جاوبني ثاني هو صراحه قال لي واش قال لك؟ قال لي لازم يتصل بالديوان المهني للحليب. شكون اللي قال لك لازم يتصل بالديوان المهني للحال؟ شكون اللي قال لك؟ سيد الوالي ولاد ماسكا. وسيد الوالي كشما دار هو سما اون بيرسون كشما ساعة هو باسكو جاي في الولاية تاعو. والله ما على بالي، أنا قال لي راني استقبلتها مرتين. قال لي راني استقبلتها مرتين على حد سيد الوالي. اسمح لي سيدي، قال الوالي باللي استقبلك مرتين وأنت هذا وقت لنا جامي شتو. لا ما قلتلكش جامي شتو، قلتلك بلي استقبلني دو فوا بصح من بعد. اسمعني هذه يا لونطون، بصح دروك حنا المشاكل تاعنا مستمره، كل خطره نديموندوه باش نطرحوا له السؤال تاعنا المشكل تاعنا دروك. هذه وين تستقبلني؟ استقبلني مي كنا رياليزاسيون دي بروجي، مي كملنا البروجي باش نديمارو لازم نسحقوا الوالي باش نزيدوا نطرحوا له. استقبلني دو فوا ومن بعدها ما بغاش يستقبلني، علاه مانيش عارف. باسكو مع الاول انت قلت شغل جامي شفتوه الوالي، انا رحت معك على اساس كي قلت لي شغل نضلوا نقولوا وكذا. اسمح لي قلت لك الوالي فيها سيد النائب. اسمح لي انا قلت لك الوالي جامي جا عندنا هنا. سيد النائب انت بصفتك عندك السلطه التشريعيه والسلطه الرقابيه، يعني تقدر تبدل امورات، واش الحاجه اللي راك تسعى بها باش هنايا في الولايه تاعك تنوض بازدهار مليح؟ يعني واش تقدر تقول لي؟ شوف نقول لك شكون صراحة، أنا إن شاء الله راني مبرمج باش ندير رئيس سيد وزير الفلاحة. نعم. وصفتي كعضو في لجنة الفلاحة، راح ندير زيارة لسيد الوزير مقر الوزارة ونعرض عليه المشكل هذا تاع البودرة تاع الحليب. هذه النقطة الأولى. مام راني كان كاين مشكل آخر في مصنع آخر. توجور هنا في معسكر توجور. في معسكر، نعم، في المنطقة الصناعية بالمحمدية. داكور. مشكل تاع إنتاج المادة الأولية لزيت المائدة. غادي نسعى إن شاء الله في الأيام القادمة باش يكون عندي لقاء مع وزير الفلاحة ونروح له الموضوع هذا. إن شاء الله، سيد النائب شكرا، يعطيك الصحة وربي يعاونك. بارك الله فيك. شكرا. هنا رانا في لوزينات، تبارك الله، لوزينات عندنا. الماتريال كاين تبارك الله. كاين كلش من الانتاج ما كاش، هاو المشكل، كاين كلش من الانتاج ما كاش. شوفوا وادي ان بو بارتو، لا تخشى ما كاين صاحبي، كلش جديد هنا. اش نقول لك سيدي، نسقسيك حاجه نحو تشوفوا من دقيقه سيدي، اسمح لي دوكا سيدي المحترم، راني نشوف انا هادوما دوكا، انت هاد الدوزان هادوما هاد الماتريال كامل، يعني راك تشوف فيه برك هذا مكان كيما ليزين تاع الحليب راه حابس. سما الماتريال راك تشوف فيه برك هذا ماشي ليزين تاع الحليب، الحليب ومشتقاته. حنا نخدموا هنايا لو بير دو طابل، لا كريم فريش، لو ياورت، ياورت تابوار، لو ليون ساشي، اي لو لي اون لي اشري. سما حليب شكاير والاخرين؟ والاخرين حنا دروك رانا حابسين. علاه تروح ديموندي لا بودر ما كاش، يا انت تدي لاغريمون سانيتير، تدي لي زوتوريزاسيون، يا الحليب ما كاش. انسان تكون عنده اركات اون بان مقاريه في الدار تيقلو، وين عاد شحال هنا كيما نقولوا هنا المطري هذا شحال التقييم تاعو؟ هنا رانا في واحد 140 مليار. 140 مليار؟ هاي لك 140 مليار.
السماء من فوق وشوفوا طريبيا. وي كاميرا مان تاعي هنا عندك ما تشوف. البروبليم تاعنا كاين كلش. ها لي ماشين كاين، الماتريال كاين. من الانتاج ما كاش، كاين كلش ابار الانتاج. فوالا فريمون سي دوماج. وان شاء الله توصل 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 لي وين لازم توصل. الحاج واش راني نشوف انا؟ او وهذا واش مشكل على الحليب هادو؟ هاي لا هاي لا تاع الصاشي تاع الحليب. هذه هي الصاشي تاع الحليب. يعني الصاشي كاين والماشينه كاين والحليب ما كاينش. والحليب ما كاينش. سيدي سقسيك هنا رانا هذا المصنع واش يدير؟ هذا فيما يخص مشروبات غازيه. صح صح هذا ويخدم. ماشي يخدم دوك حاجه ما تخدم. راني نشوفو زين كبير. الحليب ما عندناش لابودر هنايا. رخص هنا قال لك يليق لك رخصه. هذا اللي كنا نهضروا عليها المشكل اللي كنا نهضروا عليه. اللي كنا نهضروا عليه قال لك يليق لك رخصه وكذا. وهذه حنا في القانون ما عندناش مشروبات غازيه ولا عصير. عندنا مشروبات مختلفه غير كحوليه اللي هي عندنا في الريجيست كوميرس. ما راهي راهي مكتوبه في الريجيست كوميرس. وزيد بزياده طلبنا كاين الماده 4 في 2015 تسمح للمسؤول الاول تاع الولايه باش يعطينا رخصه مؤقته بلا ما سولنا الوضعيه. 32 خدام راحوا ويطلبوا فينا عند مفتش العمل. 32 خدام راحوا لوزين قاعد مغلوق. قال لك علاش طردتونا؟ علاش طردنا الخدامة؟ باسكو حبسنا الاخر. ها ولا جديد حابس. الماتيريال كاين، المباراش كاين، كلشي كاين. يعني هنا حابسة. هنا حابسة. هنا الإدارة قال لك ما تخدمش لاباسون كازاز حتى نعطوك حتى تجيب الرخصة. مين نجيب الرخصة؟ نجيبها من عند الولاية. الوالي يقول لك باللي ما عندكش الحق باش نعطيك رخصة. يعني كيما تروح ماشي سالكة. كي تروح ماشي سالكة. يعني انا حاجه اللي على بالي بها هنا مصنع واحد اخر تاع الغازوز. مي المصنع هذا ماهوش يخدم. ماهوش يخدم ما حابس ماهوش يخدم. دروك في الريجيس كاينه بصح في الـ في الـ في لاريتي ديكسبلوطاسيون دايرين لي غي الحليب ومشتقاته والعصير. انا ما فهمتش انا علاه ما يخليناش نخدموا لا باسون غازوز. علاه ما يخليناش نخدموا؟ كاين ماده 4 2015 قريتها. اللي قريتها انا اللي قريتها يا عندنا هذيك يعطيها لك الوالي. هذيك زيد بزياده حنا طالبنا به بدون رد. يعني بهديه بالاخرى 140 مليار. 140 مليار وتقعد تشوف فيهم هكذايا وتنحي شحال مخدم؟ عندنا 160 خدام. وشحال تحوزوا؟ 32 خدام ما ياكلش الخبز. المهم الحمد لله اللي كاين التلفاز اللي نورو واش كاين وتبقى في يد اهل الاختصاص اللي انا على يقين وان شاء الله عندي اني سبور. لكن حاجه الحاجه زيد بزياده رئيس الجمهوريه كل مره يقول لك باللي لازم تعاونوا الاستثمار. لا دي بالك ما شافهاش رئيس الجمهوريه بصح على حسابها بالك يشوفها. ايماجيني رئيس الجمهوريه اسمح لي كلام كبير. ايماجيني رئيس الجمهوريه بالك راح يشوف الحلقه تاعي ان شاء الله. علاه لا يكون عندك زهر ورئيس الجمهوريه يشوفها ويجوا يونكيتي ويجوا يشوفوا واش يشوفوا. اذا كان عندك الحق تدي حقك، اما اذا كنت مخالف القانون تدي جزائك. نعم ان شاء الله. الحمد لله. كنتم معنا في لوزين هنا في معسكر اللي الماشينات اللي الماشينات هنا 100 و 100 و عبك من قوه 140 مليار 140 مليار. مي 140 مليار لا ماجوريتي الماشينات جدد توت ناف مي ولكن حابسين. سؤالي بقى مطروح وين راح
الاستثمار، شوفوا بعينيكم. ما جابونيش من صاحبي تنسقسيك الاخت، اسك باش حنا لازم علينا ندو ديكلاراسيون من عند السيد الوالي باش نشوفو معاه باش يعطينا حق الرد سي سي بوسيبل. جو السكرتير خايفه باش تساعديني، بغات تشوف معايا نعاود. الاخت نسقسيك، السيد الوالي وفي الولايه؟ شوف الله اعلم، حنا كيما حنا نتعاملوا مع السكرتير نتاعه، اذكره في الولايه ولا في لاريجينو نتاعه ربي يعلم. مي إيه صحة، كيفاش نديرو دوكا؟ تعاودي لهم ولا دوكا نيميرو التليفون تاعي خرج لك؟ وي سي سي بوسيبل باش هكا تعاودو تكونتاكتيونا باش لازم ندو حق الرد ديالو. لازم ندو حق الرد، نعاودو نزيدو باش ندو حق الرد.